تخبي واحد مجرم وقاتل ببيتي رشاد؟ شو طينتك انت يا زلمة؟ بتخبي اللي قتل مراد عنا هون؟ حاجتك بيسام، انا مو ناقصك. وشمس وكندا هو المسؤول عن موتهم، كم روح في برقبته؟ كيف بتخبي واحد مثل هاد هون؟ خلصنا بقى حاجة تعيطوا على بعض. يا اختي انا حكيت لك ليش نحن عملنا كل هالشي. اللي سمعته بيوطي الراس، تفاجأت بكل كلمة قلتها وصرت احتقركم كلكم اكثر من الاول. خلاص انا ما عاد فيي اتحمل، لانه انتو كل مالكم عم تغرقوا اكثر بالوحل وعم تتعمد تجرنا كلنا معك وتغرقنا بهالوساخة. بكفي لهون وبس، ما عاد فيي اعيش معكم. طالما اخذ السلاح وهرب معناته احتمال يخبص له شي خبصه. مو احتمال، اكيد بده يقوصني انا وابنك. بعيد الشر عنكم ابني. ايه الليله الماضيه هددني وقال لي دوركم هالمره. اهدوا شوي يا جماعه، اولاد كبروا، القصه مو مستاهله. بس الاولاد معهم حق يا منير، كنتوا تفكروا بهالشيء قبل ما تخبوا هالمجرم هون. الله ستر ما عمل شيء لما كان هالمجرم عنا. نبهتكم، قلت لكم بلا ما نجيبه على البيت، بس انتم ما حبيتوا تسمعوا شو عم احكي، وقلت لنا ليش انتم ما في براسكم عقل؟ يلا شوف هلا عمو لوين وصلنا العقل تبعكم؟ لك يا واطي، مو انت سبب كل اللي عم نعيشه هلا؟ خلص يا صهري اهدى انت كمان. وإلو عين يحكي. مشان الله حاجة تتخانق وروقوا شوي يا جماعة. خلونا نفكر بالعقل. الله يصطفل فيك. ايه وشو بنعمل؟ اخذ السلاح وهرب، يمكن يقوص كريم. شو هلا؟ الله يعدمني اياكم كلكم. بس الفرد الي رح يجيني وجع راس من وراه. تدعني كمان. هالمرة وضعنا كتير صعب، اخذ السيارة تبع الشركة، ومو بس هيك معه سلاح ميار وموبايله كمان. اذا انكمش بيروحنا كلياتنا وبتلاقي الشرطة على بابنا واقفة. مرحبا، شو الأخبار؟ صباح الخير. صباح النور ليلى خانم، أهلا وسهلا. أنا وليلى خانم عنا اجتماع كتير مهم اليوم. فكرتك نسيان الموعد. معقولة انسى هيك اجتماع؟ كنت عم حضر حالي وجاي لعندك. شو أخبارك؟ منير، أنا اليوم ماني جاي على الشركة، إذا صار معك شي دق لي. ماشي؟ ماشي صهري. يلا بخاطركم. بخاطركم. والله شفت شو صار فينا من وراء أفكار أبوك العبقرية هي سليم؟ شو نحن أغبياء لهالدرجة؟ ليش لحتى يقولوا لنا ما تتحركوا لمكان؟ وهات لشوف شو بنعمل يعني؟ لك خلينا نهرب من هون ونخلص من هالعي، وهيك ما حدا بيعرف مكاننا. إذا مسكوه لمصطفى رح نضيع، ولك إذا ارتكب أي جريمة بالسلاح اللي معه رجلينا بالفلقة سوا. عثمان ما رح يطلع بإيدنا شي صدقني. رح يجي يوم وتنتهي هالدعوة، وبدل ما نهرب خلينا ندور على شي طريقة نطالع حالنا منها. لك ما رح نلاقي. اسمع، بس تزبط الأمور بالشركة ونرجع نوقف على رجلينا، ورجلان هولدنج ترجع مثل ما كانت وأحسن وقتها، كل رجال السياسة رح يوقفوا معنا. ساعتها ما حدا بيسترجي يقلنا شو عم نعمل. إيه بس يا أجدب، ليزبط هالحكي أكيد بده وقت. أنا عم أحكي عن هلأ، نحن مستهدفين، مصطفى عم يلاحقنا وما رح يتركنا، فهم بقى. أوف.